بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أصدقائي رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم السيد فرناندو، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم السيد بيدرو، معالي السادة السفراء، أيها الحضور الكريم، ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والدولية، أولا أتشرف وأنا سعيد بأن أرحب بكم في هذه المعلمة الكروية مركب محمد السادس لكرة القدم الذي شيد بإشراف فعلي وعناية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. باسم عائلة كرة القدم الدولية والوطنية نجدد تشكراتنا لجلالة الملك نصره الله على هذه العناية التي يحيط بها كرة القدم على وجه الخصوص والرياضة بشكل عام. أرحب بكم ونحن بصدد توقيع اتفاق مشترك لترشيح واحد يجمع ثلاثة بلدان ويجمع قارتين لتنظيم كأس العالم لسنة 2030، مؤمنين جميعا بأن هذه التظاهرة الرياضية ستشكل استثناء حقيقيا في تاريخ كرة القدم لسماحها بفسح المجال لتجدد وإنعاش الإرث الحضاري الذي يجمع بلداننا لمدة تزيد عن 10 قرون. ستكون فرصة سانحة لهذه البلدان لتعبر مرة أخرى عن تاريخ مشترك وعن حاضر مشترك أيضا وعن مستقبل نتطلع إليه جميعا من أجل خدمة القيم الإنسانية والحضارية. واسمحوا لي أن أجدد لكم مرة أخرى عزم المملكة المغربية حكومة وشعبا مجندين وراء جلالة الملك نصره الله الذي كان السباق لإعلان هذه الظاهرة المرتبطة بتنظيم كأس العالم انطلاقا من كيغالي عاصمة رواندا، مشيرا في خطابه آنذاك إلى نوعية هذه التظاهرة واستثنائيتها بين بعد حضاري يربط ضفتي البحر الأبيض المتوسط وبين فرصة سانحة للشباب بين ضفتي هذا البحر، فرصة سانحة للشباب الإفريقي والأوروبي للعمل جنبا إلى جنب لإظهار الحضارة المشتركة التي أشرت إليها ولإظهار أيضا القدرات الخلاقة لهذا الشباب لإنجاح تظاهرات من هذا الحجم. نعم، سيتجند المغرب شعبا وحكومة وراء جلالة الملك إلى جانب إخواننا في إسبانيا والبرتغال من أجل خلق فضاء يتسع للجميع دون حصره في حدود جغرافية لم تكن أبدا ولن تكون أبدا سدا في وجه تنامي الحضارة وتنامي الفضاء للإنسانية. سنكون مجندين وراء جلالة الملك نصره الله لجعل هذه التظاهرة أحسن تظاهرة عرفتها كرة القدم عبر تاريخها، خاصة ونحن سنكون بصدد الاحتفال بالذكرى المئوية لكأس العالم سنة 2030. مرة أخرى مرحبا بكم في مدينة الرباط التي شهدت على الحضارة المشتركة للبلدان الثلاث والتي ستشهد اليوم إعلانا تاريخيا سيسجله التاريخ بأحرف من ذهب
في سجل تاريخ كرة القدم وكأس العالم، تاريخ يجسد إرادة مشتركة لتنظيم لتقديم ترشيح واحد بين ثلاثة بلدان وقارتين يجمعهما التاريخ والحاضر والمستقبل. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابونا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لسات تيفي. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة.